واكل ما شافش سماش برجر مع محمد حازم. كنا عايزين نعمل حلقة مع محمد حازم في واكل ما شافش، وهو اقترح نعمل واكل ما شافش سماش برجر مع بعض، ودي لأول مرة واكل ما شافش وفي ضيف. دي حاجة جديدة، ده لأول مرة. في غميتين لوزاز شكلهم شيك جدا، وفي 8 مطاعم موجودين، واللي ما يعرفش بينزل مطعم ومطعم بنغمي عنا، ما بنشوفش شكل الحاجة خالص، وما بنعرفش براند عبارة عن ايه، ما نعرفش اصلا براندات الجاية ايه المفروض، واللي بيفوز بيطلع لقدام وهكذا وهكذا. لو اختلفنا ان هيحصل ايه مش عارفين لسه ما حددناش، لسه هنشوف هيحصل ايه في الموضوع ده، ولكن خلينا ناخد التجربه سويه يا شباب. جاهز يا محمد حازم؟ جاهز يا باشا. احنا دلوقتي هنلبس هذه الغمايه وهينزل لنا طبقين لكل واحد، وربنا يستر علينا. انزل بالاوردر جاهزين. ادخل يا باشا. ايه ده، هو كل واحد طبق واحد؟ كل واحد طبق واحد، يعني مين وشمالنا بقى؟ انا عندي نصين هنا. ده نفس الساندوتش؟ لا طبعا، كل واحد واحد. اوكي، هتبدا باليمين ولا الشمال؟ اليمين. انا قاعد ده اليمين. الحلقه دي متعبه قوي. جاهز؟ بسم الله. دوق. ايوه الكلام. هذه واحدة. خد قطمة صغيرة عشان ده ممكن يكون معانا النهائي. بشويش. حلو. Very interesting. ايه الكلام؟ لطيف. حلو. Interesting؟ ايه شعورك وانت بتاكل وانت مغمي يعني كده؟ الموضوع صعب قوي. صح؟ والله العظيم. اتخيلت ان انا هبقى بص بقى مقطع السمكة ودي لو عارف مين ده. ايه؟ توقع مين؟ جاست سماش. العيش مسكر، خدت بالك من الحوار ده؟ شويه. انا شفت التست بادز. تست بادز بس هو في صوص جبنه كتير. في صوص جبنه كتير. نروح التاني على شمالنا. بسم الله. يا ترى هيبقى عامل ازاي؟ اصبر عشان انا باخد وقتي. وايه بعمل اختباراتي. ايه الكلام؟ برجر حلو. والله. وبعدين ده ال ده في بصل. في بصل وفي فلفل اسود كتير. حسيت بالموضوع ده؟ في بصل. ازاي اجرى حاجه زي كده؟ بس بصل صحي يعني. بس حلو. مش بصل متكرمل يعني، متكرمل انا مش هحس بمشكله. انا هروح مع اللي في الشمال. بسرعه كده؟ اشمعنى؟ الاثنين والله كويسين، بس اللي على الشمال حبيت اللحمه اكتر. اللي على اليمين انا حاسس انها صوص جبنه كتير قوي يعني. انت مش بتلتزم بموضوع القطمه الواحده؟ صح؟ انا من جوع، ده ممكن اخلصهم دلوقتي عادي. موضوع البصل ممكن يكون داك، بس ده برجر احلى. لا هو ده الشمال فعلا بالنسبه لي مميز. نوع البصل البتاع احلى. وادي احمد. ايه يا حبيبي؟ هو هكون مخبط. ابوس ايدك. لا ما تقلقش متخبط. يعني في فروقات واضحه؟ لا مش عارف برضه، ما دقتش الاثنين اصلا. هو هيكون مسؤول كبير في السوشيال برجر. انا هروح معاك في الشمال. اللي على اليمين كويس، بس اللي على الشمال خد بالك برضه من حاجه، في حاجه احنا برضه مش ما قلناش للناس، احنا ما نعرفش حتى سعره. فس يعني ممكن ده مثلا 100 جنيه ده ب 50 جنيه، فده يفرق جدا في الكواليتي، يفرق حاجات كتير قوي يعني، ممكن بعد ما تعرف سعره الموضوع يختلف. بس احنا هنا بنقيم طعم فقط لا غير. بس يعني انا كجوله اولى انا مبسوط عموما من الاثنين يعني. انا هاخد برضه الشمال معاك بصراحه، مع ان الاول يعني يشغله حلو بالنسبه لي مش دايما منه خالص. نروح اللي بعده ولا خايف؟ روح اللي بعده. السع اديني اللي بعده. جاهزين؟ ادخل يا باشا. اتفضل يا باشا. يلا بينا. يمينك؟ ده يمين. بسم الله. مغير قوي. كل ده ما ايه؟ لسه حد بياكل. ايه كان بيعمل كل ده؟ كان بيشمشم. شمشم؟ ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ ده ما جاش معايا سكه خالص. ده ايه؟ انا باكل حاجه باكل حاسس باكل سندوتش جبنه نستو. حاسس بحاجه؟ برضه الصوصات. انا ما فيش اصلا صوصات عندي هنا، مش حاسس بحاجه. مش عاجبني خالص. لا مش حلو. مش جاي معايا حتى اللحمه مش متبله، اللحمه مش ما فيهاش ملح وفلفل، مش حاسس بحاجه. مش حلو. يعني يتاكل بس مش قوي يعني، ما اقدرش اقول عليه وحش بس. توقع مين؟ داديز. احد هو داديز اللي جاي معايا النهارده؟ انت مالك؟ مفيش عايزين تغشوا؟ مفيش غش. انا في لجنه صارمه. انا حاسه داديز برضه بس. ده بيزعل يعني، هم مضربوه دلوقتي انا مش شايف حاجه. هو بيزعل عشان الناس تسمعه في المايك. ايوه حبيبي انا. محدش يسمعه عشان المفروض هو معهوش مايك. طب انا ممكن ما افهمش كده واقوم اضربه برضه مش شايف حاجه. طيب يلا نروح التاني اللي بعده. بسم الله. ده بنسبة كبيرة هيفوز على التاني ده. بعدين شكله اوه ريحته حلوة قوي. استنى بس بنشم الأول. بسم الله. الشمة دي عليها عامل ما أنت مش شايف حاجة. استنى كده. لا طبعا ده هيفوز، مش محتاجة كلام يعني. صح؟ ده 3 داينر. والله؟ إيه شم ريحة محمد صلاح. طب صلاح. بس ده هقول لك حاجة، ده مش هيخرج عن مين أو 3 داينر. وطبعا انا اعرف افرق بينهم لو انا شايفهم، انما وانا متغمي كده يعني هو ده حلو قوي. البن حلو قوي، اللحمه لحد ما كويسه جدا، تبيتها برده حلوه. انت متخيل ان هو بعد ما بيرج برجر لسه فيه جوسز؟ جميل جدا. ده جامد جدا. انا هاخد على الشمال طبعا مليون في المية. لا دي ما فيهاش حتى تفكير يعني. الشمال الصراحه يكسب بقوه. هل بقى هل هو في داينر؟ هل هو مين؟ هل هو طبعا احنا بنرمي اي حد بيعمل برجر حلو. هنشوف في اخر الحلقه. احنا كده خلصنا جولتين من اصل 4 جولات في الدور الاول.
متاكد؟ متاكد. نروح اللي بعده. يلا جاهزين؟ دي بقى مفاجاه دي. انزل يا باشا. يلا. يمين وشمال. ده في واحد كامل هنا. ده ايه ده؟ مش عارف بقى هو خطا من عندنا ولا من عنده. هو جايب ده كده؟ جايب ده كده. جايب اتنين من ده؟ جايب اتنين من ده. فانا حاطط لك واحد وواحد مستر حازم. طب ده سماش؟ ده مش سماش. ده غلطه منه؟ طب في التليفون عايز سماش، قال لي اه يا فندم ده السماش وعايز الاوريجن، قال لي ده الاوريجن. تعال طب نجرب ندوق. هنجرب بس كده هو خرج يعني. ماشي تعال نجرب. تعال تعال نجرب. بسم الله. اليمين ده نعم. نعم دي كفتة. البهارات السخنة خالص. البهارات السخنة خالص. والله طعمه كفتة. أنا حابب أحتفظ برأيي النفسي. والله طعمه كفتة يعني طعمه شرقي. أنا حابب أحتفظ برأيي النفسي في هذا الساندوتش، ولكن العيش حلو. أنا حابب أشكره من العيش. ندخل التاني اللي على اليمين الشمال قصدي. يلا عازم. يلا الشمال. أنا بتغدى. حازم ركز في الحلقة دلوقتي. جاهز؟ في الشمال أهو. يلا. أنا عرفته من ملمسه من قبل. بص من يا عم جامد يا عم باشا أينشتاين. ممكن يدوق يا واحده كده اتاكد. بسم الله. ويمبي. 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 مرتين. احمد ويمبي جاي اصلا؟ انت عايز تغش كل مره؟ انا مش عاجبني قوي اصلا. نص نص. انا جاي نص نص. اللي جه غلط ده بوظ الخطه، فبالتالي هو اللي هيكمل معايا. بس صغير قوي يعني. ده ايه ده؟ ده بالنسبه كده مش هيكمل معانا الفقره اللي بعدها. مش في الغالب هيطلع ده دلوقتي بقى. هو اللي هيفوز في الغالب اللي على الشمال ده عشان الاوائل ده جه غلط. فخلاص بس ما اعتقدش انه هيكمل قوي. خلاص انت عايز تروح تتغدى؟ كمل انت العشاء. اليمين ده خلص. نروح لاخر ماتش في الدور الاول. دنيا تيانا اوتوني اوتي اوتي مش بوشي 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 اكبر. جاهزين لاخر جوله في الدور الاول ان شاء الله. يلا بينا. ربنا ينصر الحق. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده شكله غريب قوي. بقول لك ايه؟ في ريحه طماطم كتير قوي. ده ايه ده؟ طماطم بس. بسم الله. هتدوق ايه؟ تمام يلا. رايق والله. رايق بس انا مش عاجبني البصل. مشكلتك بقى مع البصل. بس رايق قوي. جوسي بس بصل كتير. طيب انا محتاج ادوق الثاني. دوقتني معايا ولا ايه؟ اهو بدور اهو. ثانيه واحده. يلا يا عم بنشم. مصبر. ماشي احمد. الاثنين دول كبار قوي. تقال في السوق دول صح؟ بصراحه مش عارف. هو يعني انا بالنسبه لي جربت واحد فيهم بس حلو، والثاني ده يعني انا ما بحبوش وما بكرهوش. الاثنين حلوين على فكره. انت ايه رايك يا حازم؟ الاثنين حلوين صح؟ الاثنين حلوين قوي. بس انا روح مع الاولاني. روح مع الاولاني. بس الثاني حلو برضه. مقارنه صعبه قوي. الثاني حلوه قوي. الاثنين بجد حلوين. ده في جبنه. في جبنه كتير. جبنه ولا صوص؟ صوص جبنه. بس حلو. عايز اجرب الاول ثاني صراحه. بس عايز اخد حته بقى ما فيهاش بصل. انا حاسس ان ده جي جيز. يمين ولا شمال؟ ده جي جيز. يمين ولا شمال؟ انا مش شايف. شمال جي جيز. يمين نيثنز اظن يعني. انا بتكهن. رغم ان في حاجه قبل كده قلت عليها نيثنز برضو تقريبا. انا عجبني تاني اكتر. انا الاولاني ده حاطط حاجات في اللحمه زي قرفه مثلا حاجه كده. انا مش عجباني في حاجه في طب اللحمه مش عجباني. التاني ده الصراحه ذوقي قوي والعيش عجبني قوي قوي يعني. طيب طعم اللحمه يعني اللحمه التانية ده شفتها غريب مش عارف ايه. لما دخلت جوه شويه بقت لحمه مفرومه اكتر. انا بالنسبه لي يعني كل واحد ليه ميزه يعني. الصراحه مش قادر اختار حد. فبما انك صاحب البيت بقى يعني ايه. لا اختار يا حبيبي. عايز اشيل الليله. لا هقول لك حاجه والله. واول واحد حلو اللي على الشمال. حاسس ان العيش بتاعه احلى. بالظبط. وحاسس في زي قرفه. مفيش قرفه. انت عارف هو ريحته ايه؟ ريحته سندوتش شاورما مصري بس طعمه مختلف. انا مش عارف فيه ايه. بص في ريحته. بص هو ده فيه قرفه. خلاص يا عم احنا كده هنختار على الشمال. بس عشان انا ما عجبنيش الاول ليه؟ عشان انا توابله يعني فكره القرفه دي انا قفلاني من انت خلاص مرة. اجزمت ان هو حط قرفه. انا اجزمت ان هو حط قرفه عشان انا شايف ان هو حاطط توابل مش عجباني قوي. انا اروح مع الثاني. الثاني اصلا برضو عالمي الشمالي. الثاني جامد قوي. بس فاحنا كده برضو زي بعض. نروح لنصف النهائي. يلا جاهزين على الجوله اللي بعدها. اديني في البطاطا. نبدا باليمين. بسم الله. بسم الله. بقي على الشمال. ماشي. بقي مش لاقي بقي. تنمتوا؟ على الشمال. الاولاني حلو برضو. حلو بس خلينا متفقين مفيش حد جه النهارده ضايقنا. اللي على اليمين ده انا لحمته غريبه جدا بالنسبه لي مش عارف ليه. انا ما حبيت اللي على الشمال اكتر كتير. ده اليمين ده اللحمه بتاعته غريبه جدا. مش فكره غريبه على قد ما هي ما عجبتنيش زي اللي على الشمال يعني. لو انا هقارن ما بين الاثنين اللي على الشمال ده بالنسبه لي اقيم. ده عادي شويه. ناخد برضو على الشمال رغم ان ده برضو انا عجبني عادي. بعد كده الحلقه الجايه بقى نشيل البصل عشان البصل يعني مدمر كل احاسيسي يعني. خلاص شمال. شمال طبعا. ده كده روح النهائي. خد بالك انا بخوفك. نروح للفقره اللي قبل الاخيره. ادخل عليا يا باشا. على اخر جوله في السيمي فاينل. احمد احنا في حد مسؤول فرد شيكن كبير مسؤول سماش برجر كبير خرج. والله الجوله اللي فاتت للاسف في حد مسؤول كبير خرج. ايوه انا اعتذر له طبعا بس احنا مش شايفين حاجه. العتب على النظر. اليمين. بسم الله.
عارفه ده الاخ اللي نجح بالواسطه عشان جه معاه سندوتش كفته. مش وحش برضو بس ده احلى. يمين مش عارف، مش مبسوط. ربنا يسعدك يا حبيبي. مبسوط مش مبسوط من ايه؟ من الاثنين. لا انا خدت اللي على اليمين خلاص، هو فاضل فيه اطمار. ايه دوب تنجحه. بص، هو اليمين ده مستو ان هو جبنه العليه او الحاجه اللي عليه دي هي اللي مديله طعم اللزلزه دي، فعامل شغل حلو. بس انا مش عاجبني قوي ملمس اللحمه بتاعه، كل اللحمه لوحدها كده بتفرول قوي وفيها سنه عضه بسيطه. المشكله اللي على اليمين ده بقى، اللي على الشمال قصدي، ابيض. يا جماعه بجد الموضوع صعب قوي والله. موضوع انت مش شايف انت بتاكل ايه دي. ودونا النهائي بقى، يلا. عايز ما تغشش. والله ما بغش. حاسك عمال تبص. اقسم بالله انا مغمض عيني اصلا. طيب بص دلوقتي. اللي على اليمين مظبط الدنيا اكتر، يعني ده كده النهائي كمان. هنرشح اللي على اليمين، حلو كده؟ ده راح النهائي، نروح بقى للنهائي وراه. ده نيت نسخة باربي. ايه ده؟ شوف الغشاش. يا عم والله العظيم انا ما اعرف ايه ده. والله ما شفت حاجة اقسم بالله، انا الحقيقة. يلا، آخر جولة دي خلاص فاينل. معلش يا حازم، أنت إيه مش هتلحق تدوق، فأنا ممكن تدوق من عند عمرو. يلا. أنا هدوق اللي على الشمال الأول المرة دي بقى الصراحة. الشمال؟ تعال نشوف الشمال الأول. مع الشمال. اثنين حلوين، الاثنين تامين، بس ده متكامل قوي. هذا ممكن منديل نختار على اليمين. اختار على الشمال. على اليمين عشان البصل بالنسبه لي كتير قوي في الموضوع، فانا هختار من ده ومن ده. هو طبعا الصح اصلا تاكل البصل، يعني ده ذوق شخصي اصلا، يعني انا اعتقد الناس ممكن توقفك انت اكتر في الموضوع. ما تخافش ان احنا نختلف في الفاينل. انا هختار اللي على اليمين. هختار على الشمال. خلاص اقلع بقى كده. انا خلصت العيش. ثانيه بقى نبص كده. لا بس ده عامل شغل حلو، بس ده عامل العيش يعني مديله تشويحه حلوه، خيار مخلل، جبنه كتير قوي، في خس. ده ثري داينر ده دادس اللي جينا ده دادس مع عمرو دادس. اه اللي على الشمال بقى قول اسم واحد. جيجيز. ماشي ده اسم. ها اسم الثاني مين؟ جيجيز. مين اللي طلعته قبلها يعني في مين طلع يا جماعه مع جيجي من قدام جيجي؟ انت كنت متوقع يوصل في اخر فاينل جي جي؟ انا بحب جي جيز، بس انا يعني انا بالنسبه لي التوب فيفورت هو مين؟ جي جيز في الحلقه دي بالذات عامل شغل خطير يعني. لا هو بالنسبه لي اكتر ساندوتش متكامل. اللي على اليمين اللي هو وصل معانا الفاينل، انا بالنسبه لي الساندوتش فيه عناصر كتير قوي حلوه، اقلها اللحمه، بس في النهايه الساندوتش حلو، عامل لطيف. مبروك جي جيز بصراحه. الساندوتش يستحق انه يوصل الفاينل اقل حاجه. كان نفسي الفاينل يبقى جي جيز ومين الصراحه، انا بحب مين قوي. انا بالنسبه لي جي جيز بس فكره البصل بتاعته جامده. بس خلي بالك احنا طالبين كلاسيك، فالكلاسيك ده يعني لازم طماطم وخس، وانا ما بحبش طماطم. طماطم خس بصل. انا شايف داديز حلو، كان ساندوتش حلو قوي، لو الكواليتي اللحمه اتظبطت شويه هيظبط الدنيا الصراحه. بس هو عامل تركيب ساندوتش لذيذ، عامل تركيب ساندوتش حلوه صراحه. هو عارف يعمل ساندوتش نوعا ما حلو، يظبط كواليتي اللحمه، يظبط كواليتي اللحمه، هيركب الموضوع كويس قوي. هو في ده الدنيا ما دخلش ليه؟ مفيش برجر خالص في الفرع. ما كانش عندهم برجر في الفرع وقتها؟ اوكي، يعني كان في مشكله في التشغيل عندهم. ماشي. طب انت لو كنت جبته كنت هتجيب قصاده مين؟ كنت هتخرج مين ودخل مين؟ كنت دادز. هو كان جاي مكان دادز. والله؟ انت كنت هتدخل في ده مكان دادز؟ اتمنى تكون مبسوط بالحلقه. الحمد لله، يعني شكلك مبسوط جدا والله. ايه مبسوط ومخدود، لان هتقعد بقى هنسخنك السنشوت دي، بتقعد بقى تاكل براحتك. ماشي. يعني خد انت عايزه بقى براحتك خالص. خلاص ماشي. كالعاده بنفاجئكم في نتائج واكل ما شافش الغير متوقعه خالص. انا اول مره في حياتي اكل جيجز اصلا، يعني دي معلومه مهمه جدا بالنسبه لي. داديز برجر لحد ما كويس، مش سيء. كان نفسي تي داينر يبقى معانا، لان هو من مكانه جامده جدا برضو، بس حصل خير. طبعا حابب اشكر مستر محمد حازم على مشاركته معانا في هذه الحلقه. ولعبك حلقه تشتركوا لايك وشير وسبسكرايب على الفيسبوك وعلى الانستجرام عندي وعند محمد حازم. بس كده، كان معكم عمرو شريف و محمد حازم من قناه عمرو شريف و سلام.